تحاول أن تدعوهم إلى الحق، والأعظم من ذلك نعم الخلق. نعم الله أكبر. الخلق هو الذي يتكلم كثيرا. نعم. إن عندك حسن الخلق الله ما شاء الله يكفي. نعم. يكفي هذا الدعوة. الدعوة الأول هو الخلق. وأمي سبحان الله الآن ترددت بين الإسلام وبين دينها. تدعوها تكلمها يوميا. مثلا أمي مثلا قل لها ما التوحيد، تجيب لك هذا الوحدانية، لا تشرك بالله، كذا وكذا. الله أكبر. وما هو الطاغوت؟ طاغوت كذا كذا. سبحان الله. تقول لك. نعم أمي تدري هذا. أحيانا نغفل عن هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الوالدين المسلمين التي يتمناها عبد العزيز. هذا صعب، لأن مثلا الآن مثلا شخصا اتصل به، يا أخي عبد العزيز أمك مات. سبحان الله ماتت وهي كافرة، لا يمكن أن نصلي عليها. سبحان الله ستجد. ولكن هذا من أمور الدنيا، ونقبل هذا القدر. الناس سبحانه وتعالى الله يهدي من يشاء ويضلل من يشاء، ونسأل الله أن يهديها. آمين. ويهدي أبي ويهدي كل من في الضلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها، وأن تكون معك بإذن الله في الدنيا صالحة ومسلمة، وفي الجنة بإذن الله عز وجل. وأيضا أقول للمسلم، الجنة تحت قدمي أمك، كن برا على والدتك. يا أخي المسلم، عندك فضل عظيم. أمك مسلمة، أبوك مسلم. عبد العزيز لا يترك الابتسامة. عبد العزيز سعيد جدا بهذه الحياة بعد الإسلام. يقول لا أشعر بقيمة هذه الدنيا، فبعد الإسلام أريد الجنة. قبل الجنة نريد أولا شيء عظيم، وكثير من الناس ينسون هذا. نريد أولا رضوان الله سبحانه وتعالى. رضوان الله هو أكبر. ولن لا نريد الجنة، نريد الله عز وجل وقربته. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، فكل ما أخشى سوء الختام.